وفاة الملك المعتصم بن صمادح. في هذه السنة توفي الملك الأندلسي محمد بن معن التجيبي الملقب بالمعتصم بالله من ملوك الطوائف بالأندلس، كان صاحب المرية وبجانة والصمادحية من بلاد الأندلس. كان كريما حليما ممدوح السيرة، عالما بالأدب والأخبار، شاعرا مقربا للأدباء، وهو صاحب الأبيات المشهورة التي أولها: وزهدني في الناس معرفتي بهم، وطول اختباري صاحبا بعد صاحبي. هاجمه جيش سلطان المرابطين يوسف بن تشفين وهو في سكرة الموت، فقال: نغص علينا حتى الموت. توفي عن عمر ناهز 59 عاماً.